عمل حياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية مباركة يشرب بها تلاوة قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. دعينا الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها
هم الظالمون قل صدق قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أبيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع
فيه آيات ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا
حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. لم تصدون عن سبيل الله من تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا رسول
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا
واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. كل القلوب الهوب الى الحد تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل. وهكذا اخوة الايمان والاسلام كفتح الله علينا بالذي هو خير القرآن الكريم تلاه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الشرقية وفخر قراء اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. وكان معكم أبو توفيق من عند الله الإذاعة الصوتية والإنارة الكهربائية وقصر من قصور الضيافة المنقلة التي تطلب وتوجد دائما في إدارة الحاج حسن بيو المقيم بهذه البلدة. للسادة المعزون قبول العزاء وسعيكم مشكور جميعا.